السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤيا البغل في المنام. والبغل هو حيوان مهجن ناتج عن تكاثر فرس الحصان وذكر الحمار، ويتصف بقوة عضلاته وقدرته على الصبر والتحمل، ولكنه عقيم لا يتكاثر. ويعتبر البغل في المنام من الأحلام التي تراود الكثير من الأشخاص ولا يعرفون خير وشر رؤية البغل، فتابعوا معنا لتعرفوا كافة التفاصيل. أولا، تفسير رؤيا البغل في منام العزباء. حلم البغل في منام العزباء بشكل عام دليل على أنها ستحقق ما تريد وتتمنى في حياتها على المستوى الشخصي والعملي. رؤية ركوب البغل في الحلم للعزباء تشير ذلك على أنها ستسافر قريبا من أجل الدراسة أو العمل أو الزواج من شخص ما. عند مشاهدة البغل السمين في المنام للعزباء فهذا يشير إلى أنها تسعى كثيرا وتجتهد من أجل تحقيق النجاح والوصول لأمنياتها. حلم رؤية البغل الأبيض في الحلم للعزباء دليل على الخطوبة والزواج القريب من شخص مناسب لها يتصف بالكرم والأخلاق. أما رؤية البغل النحيف في منام العزباء فهو يدل على الفقر والقرب وقلة الرزق والتأخر في الزواج. تفسير رؤية البغل للمتزوجة. إذا رأت المتزوجة أنها تمتلك بغل في المنام فهذا يشير إلى الرزق الواسع والحصول على الكثير من الأموال والمنافع المادية. أما أكل لحم البغل في المنام للمتزوجة دلالة على الإصابة بالأمراض وكثرة المتاعب والمشقات في حياتها. البغل الأسود في المنام للمتزوجة قد يكون إشارة إلى عدم الإنجاب وانقطاع الذرية إن كانت عاقر ولم تنجب بعد. ركوب المتزوجة للبغل المطيع في الحلم دليل على أنها امرأة صالحة ترضي ربها وزوجها وتحافظ على أسرتها. أما البغل الغير مطيع في المنام للمتزوجة فهو دليل على أنها تعاني من كثرة الخلافات والمشاكل مع الزوج والتي تتسبب في حزنها. تفسير رؤية البغل في المنام للرجل. رؤية البغل في الحلم للرجل الأعزب دليل على زواجه من امرأة متسلطة وتمتلك المال والنفوذ ولكنها عاقرا. رؤية ركوب البغل والاتجاه به في اتجاه القبلة في المنام دليل على قيام الرأي بفريضة الحج قريبا. تفسير رؤية البغل في المنام للحامل. مشاهدة البغل من بعيد في منام الحامل دليل على تخلصها من متاعب ومشقات الحمل ومرور ولادتها بسهولة وسلام. معنى هجوم البغل على الحامل فيشير ذلك إلى أنها تتعرض لبعض المخاطر أثناء الولادة. تفسير رؤية البغل للمطلقة في المنام. مشاهدة البغل في منام المطلقة أنها تركب بغل ضعيف يدل على كثرة المشاكل والصعوبات التي تتعرض لها بسبب طلقها. ورؤية البغل الأبيض في المنام للمطلقة دليل على زواجها القريب بشخص غير زوجها السابق يناسبها ويهتم لأمرها. ورؤية البغل بصفة عامة يدل على تغير الحال للأفضل والانتقال إلى مكان آخر للعيش وقد يكون سفر قريب. وعند رؤية الشخص أنه يركب بغل بالمقلوب يشير إلى أنه سيأتي بالكثير من الأموال ولكنها بطريقة محرمة. حلم البغل المريض دليل على تعرض الرائي للإصابة بالمرض والوقوع في محنة كبيرة. ركوب البغل والجري به في الحلم يشير ذلك إلى تحقيق الأمنيات والطموحات والحظ السعيد والعمر الطويل. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسير جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.